السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيو أو سيراي، ورجعت لكم أخيرا وعرفت أضبط برنامج المونتاج. أهم شيء أني ما أقطع عن القناة، والحين مع بعض بنشوف مكان البنر السري للأسبوع الثامن. البنر هذا ما راح تقدر تأخذه إلا إذا خلصت كل تحديات الأسبوع الثامن، وفي احتمال كبير أنه ما بيطلع لك إلا إذا جمعت وأخذت نجمات وبنرات الأسابيع الماضية كلها. المهم البنر بتلاقي قريب من مطار طيارات فلوستي فلايدز، بتلاقي منطقة لونها غامق وفوقها البنر السري، ولو أخذت البنر فما راح يرفع كتير، ما راح يعطيك إلا شيء واحد وهو شعار تقدر تستخدمه عندك واللي تغيره من اللوكر. لا تنسوا زر اللايك، واليوم بنزل مقطعين كمان شرح آخر تحدي من تحديات الزومبي ومقطع شرح الالتفافة التسعينية. خليكم متابعين، خليكم مترقبين، أشوفكم بعد شوي ومع السلامة.